السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل براكتس على اخر موضوع اتكلمنا عنه اللي هو اللوبس. زي ما قلنا الموضوع بتاع البراكتس حاجه مهمه جدا، ف يعني حط دايما جزء من اعتباراتك. اول بروبلم هنتكلم عنها النهارده، بقول لك ان احنا معانا في رينج 1 ل 100، عايزين نعد عدد الارقام اللي فيها بروبرتي معينه. ايه هي؟ يا اما ان الرقم ده يبقى بيقبل القسمه على الاربعه، يا اما بيكون بيقبل القسمة على الستة والعشرة في نفس الوقت. خلاص كده، فازاي نقدر نعمل حاجة زي كده؟ لما تيجي تفكر في البروبلم دي هتلاقي نفسك ان احنا محتاجين نتشيك على كل رقم، صح؟ معانا الارقام من 1 ل 100 محتاجين نجربهم كلهم، يبقى ده على طول بيندكيت ان في لوب هيطلع. فكر كده ان احنا عندنا فاريبل عايزين نعد عدد مرات حالة معينة ليه، فالفاريبل ده على طول محتاج لوب قصاده. فحاجة زي كده هتبقى بمنتهى البساطة. ازاي؟ هو قال لك الرينج من 1 ل 100، فور انتجر اي بيساوي 1 اي اصغر من او يساوي 100 كل مره، يا اما الاي بتساوي 4 فلو حققت يبقى ادي الكونديشن الاولاني، لو ما حققتش يا اما الاي بتساوي 6 وفي نفس الوقت الاي موديل 10 بيساوي 0، ده الكونديشن التاني. طيب هل ينفع نشيل الالس دي؟ لا غلط، لان في ارقام ممكن تحقق الكونديشن الاولاني والتاني فتلاقي نفسك عديتها مرتين. خلاص، طيب تشالنج كده ليك في البيت، هل نعرف نحسب الكلام ده كله ماثيماتيكالي مش بروجراماتيكالي؟ يعني هل ممكن نعمل الكلام ده في سطر ولا سطرين بالرياضة ونقول ان الانسر الصح هتبقى كده؟ فكر مع نفسك في دماغك. طيب تعال نجرب بروبلم تاني عشان نجوت السنس بتاع اللوبس كده. بقول لك عايزين نعد كام اكس وواي نمبرز ساتش ذات. اول حاجه الاكس في الرينج من 1 ل 100، تاني حاجه الواي في الرينج من 70 ل 200، تالت حاجه ان الاكس اصغر من واي، رابع حاجه ان الاكس زائد واي ديفيزيبل باي 7. لما تيجي تفكر احنا عايزين نعد كام مره بير اوف اكس وواي بيحقق حاجه معينه، فالاكس ده فاريبل والواي ده فاريبل، فالفاريبل ده محتاج لوب والفاريبل ده محتاج لوب، واللوبس دي عشان تبقى بتجرب اتش اكس مع اتش واي لازم يبقوا نيستد. خلاص، عشان بنجربهم سوا، فالفكره ان احنا هنيتريت على اكس وبعدين كده واي او العكس لو عايز. حاجه زي كده تبقى عامله ازاي؟ هنعدي من الاي لحد ال 100، وهنعدي من الجي ب 70 لحد الايه؟ ال 200، كده اول تو كونسترينز. بعد كده هنتاكد ان الجي اكبر من الواي، وهنتاكد ان الاي بلس جي مود 7 ب 7. لو الكونديشن ده اتحقق يبقى كده الاربع طلبات اتحققوا، نقدر نقول اي كاونت بلس بلس. خلاص؟ طيب عايزين نعمل اوبسرفيشن بسيطه على البرفورمانس بتاع الكود دوت. لاحظ كده ان لو الاي ب 90 هتلاقينا عمالين نجرب الجيز من 70 ل 90 وكلهم عمرهم ما هيعملوا كاونت بلس بلس. ليه؟ لان ببساطه احنا الجي اصغر من او يساوي اي. ف يعني هنا بص ايه، لو الاي ب 90 خلاص والجي هنا ب 70، فكل الجي اكبر من الاي دي عماله تفيق، لان الاي اكبر من الجي، من دي ب 90 ودي ب 70، دي ب 90 ودي ب 71، دي ب 90 ودي ب 72، فكل الكونديشنز دي مش بتساتسفاي الاولاني ده. فنعمل ايه؟ منطقي لو الاي اكبر مني عشان احقق الكونديشن ده على طول اخليها تبدا بيا، ابدا اخلي الجي تبدا بيها. يعني نعمل حاجه زي كده، هقول له ان الستارتنج جي بتاعتنا ب 70، بس لو الاي اكبر من او يساوي ال 70 يبقى ما فيش اي معنى ان احنا نجرب الايه؟ الجهات الصغيره دي، خلي لي الجي على طول بالاي بلس 1. خلاص كده؟ يبقى الفكره كلها ان احنا بدل ما نقعد نضيع تشيكس كتيره واحنا عارفين ان الجي فعلا اصغر من الاي، لا على ايه، خلي الجي على طول بالاي بلس 1 في بعدها. خلاص كده، عايزين نبسط الحته دي ونعملها باوبريتور كده ما شفناهوش قبل كده. بص الاوبريتور ده عامل ازاي، ادي الكلام بتاع المره اللي فاتت كان انتجر جي بيساوي، والكلام ده كله كان في السطر 70. بص انا هعمل ايه، الاوبريتور ده بيتكون من 3 مقاطع، مقطع قبل علامه الاستفهام، ومقطع بينهم وعلامه الكولون، واللي بعده ادي حته وادي حته وادي حته. الاولاني ده الاف كونديشن بتاعك، والتاني ده اللي هيحصل لو ترو، والتالت ده اللي هيحصل لو فولس. هقول له ايه، لو الاي اكبر من او يساوي 70 لو ده حصل حط لي على طول الانسر باي بلس 1، يعني هجيب اي بلس 1 دي تبقى الريزلت بتاع الاوبريتور ده كله، فتتحط هنا ب 70 يبقى اي بلس 1. لو ده فشل، افرض مثلا ان الاي ب 20 فالاي مش اكبر من او يساوي 70، يبقى الكونديشن ده اللي اتحقق اللي هو ال 70، هياخد ال 70. خلاص، فالاستريك علامه الاستفهام بالاوبريتور دوت
اللي قبله الكونديشن، اللي بعده هيتعمل لو كان ترو، واللي بعده هيرجع لو كان فولس. خلاص كده يعني، عشان لما تشوف المنظر ده تقدر تستوعب ايه اللي بيحصل. تعالى نروح لاخر بروبلم النهارده. عايزين، هي انا برضو عاملها في الدايركشن بتاع الكاونتنج ده، عايزين نكاونت عدد الارقام A و B و C و D such that ايه بقى. اول حاجه كل الارقام دي يا اما يبقى اكبر من او يساوي صفر واصغر من 100. خلاص. الحاجه الثانيه ان مجموع الارقام دي كلها يبقى 100. طيب احنا هنا محتاجين اربع فاريبلز، محتاجين نجرب قيمه كل حاجه، يبقى لازم يكون عندنا اربعه لوبس. وبما ان احنا عايزين التجارب دي تبقى بتحصل كومباينيشنز كده في نفس الوقت، فيبقوا اربعه نستد لوبس، تبقى حاجه بالمنظر ده. A بصفر لحد 100، B بصفر لحد 100، C بصفر لحد 100، وهكذا. وادي الكونديشن بتاعنا. خلاص سهله برضو نفس السنس اللي فات. طيب هاو ماني اوبريشنز الكود بيعملها؟ الكود دوت هيلف هنا 100 مره جواه 100 جواه 100 جواه 100، يعني الكود ده بيلف 100 مليون اوبريشن. خلاص 100 مليون اوبريشن دوت مش هيطول قوي، يعني ممكن تحس كده لما كان قعدت لايك ثانيه مثلا، ثانيه ونص كده. طيب لو الليمت ده بتاعنا ما كناش هنلف لحد 100، كنا هنلف لحد 1000، هتبقى عدد الاوبريشنز كام؟ 1000 مليار. 1000 مليار دوت رقم عنيف، الجهاز هيبقى بطيء جدا. فالسؤال هل الموضوع ده يفرق معانا؟ الاجابه طبعا، لان السي بي يو بيعمل بروسيسنج، فلو بيبروسس اوبريشنز كتيره الكود هيبقى ايه؟ بطيء. خلاص ده هيخلينا نسال سؤال اللي هو كود وي دو بيتر. ومن اول اللحظه دي بقى لازم تبتدي تتفكر هل الكود بتاعي كويس ولا لا. احنا متعودين لما يطلب مننا بروبلم نكتب لها كود، لكن في فكره ان هل الكود ده كويس فعلا ولا لا. طيب المهم هنا الانسر بتاعتنا احنا بنقول يعني هنتصرف ازاي. طب هل ممكن نشيل لوب من اللوبس دي لو ينفع؟ بص التراك دي الفكره ايه كلها. احنا كنا بنقول الكونديشن بتاعنا ان A زائد B زائد C زائد D ايكوال ايكوال 100. بص المثل البسيط دوت، خلي الدي هنا وودي الثلاثة دول هناك، فيبقى الكونديشن ده هو هو نفسه، ان الدي بيساوي 100 ناقص A زائد B زائد C. الكلام ده معناه ايه؟ معناه انك لو معاك A زائد B زائد C بس تعرف تجيب الدي. فليه بتجرب كل الديز باسلوب ادق؟ شايف الكود ده كله؟ لو الكونديشن ده هينجح، هينجح مرة واحدة بس، يعني في دي واحدة بس هي اللي هتجيب السمشن ده، مفيش كذا دي هتجيب السمشن ولا حاجه، دي واحده بس اللي هتنفع تجيبه. فاحنا ليه عمالين نجرب كل الديهات عشان نلاقي الدي اللي بتجيب 100؟ ما تدخل ال 100 دي هنا وطلع الدي هنا عشان نعرف، وثبت الدي ودي دول هنا عشان نعرف على طول قيمه الدي، ماث يعني بسيط. فالفكره كلها ان احنا هنحسب قيمه الدي، فنقول له الدي بيساوي 100 ناقص الكلام دوت. كده احنا محتاجين متاكدين ان قيمه الدي دي على الثلاث قيم دول بيطلعوا 100. بس الفرق بس الوحيد ان ده فاريبل عليه كونديشن، فاحنا هنتاكد ان هو اكبر من او يساوي صفر، وهنتاكد ان هو اصغر من 100. لو ده حصل يبقى كاونت بلس بلس. يبقى الاوبسرفيشن اللي احنا كنا ملاحظينها ان احنا اللوب ده اساسا ملوش لازمه، هنقعد نجرب كل حاجه، لو هيتحقق حاجه هتحصل مره واحده بس. بمعنى لو الاي دي ب 25 والبي دي ب 25 والسي دي ب 20 مجموعهم كام لحد دلوقتي؟ 70. الدي 30 بس دي الوحيده اللي هتخلي الكونديشن ده يتحقق. يبقى ليه عامل اللوب كله عشان كونديشن احنا ممكن نستنتج قيمته على طول؟ دي كانت الفكره. طيب نرجع بقى للستوري بتاعه الكود الافضل. السي بي يو عنده حاجتين بالنسبه له يخلوا الكود حلو. اول حاجه السي بي يو مهتم بالميموري اللي الكود بتاعك حجزها، وتاني حاجه مهتم بعدد الاوبريشنز. في حاجه اسمها كومبلكسيتي في الجوريزمز، دي الاريا اللي مهتميه بالموضوع دوت، مهتميه بان الكود فعلا يبقى احسن على او تقييم الكود على مستوى الميموري على مستوى الاوبريشنز. لما اقول لك الكود ده احسن ولا لا بالنسبه للسي بي يو، فده معناه هل هو فاستر، هل هو ليس ميموري. لما نجيب اتنين كودز ونقارنهم ببعض ونلاقي واحد بيعمل 100 مليون اوبريشن واحد بيعمل 1000 مليار اوبريشن، يبقى ال 100 مليون ده اسرع، وهكذا. نفس الكلام هيبقى في الميموري. طبعا مره تانية انا بقول افضل بالنسبه للسي بي يو، يعني ممكن يبقى في كود لو احنا عايزينه افضل في الريدابيليتي يبقى كود محمد لو مكتوب بصوره انضف واظرف هيبقى احسن للعيب، لكن ده مش ايشو بالنسبه لنا هنا، احنا عايزين افضل بالنسبه للسي بي يو. طيب خلينا بقى، احنا سمعنا كلمه الجوريزم وسمعنا كلمه بروجرام نوضحهم اكتر. كلمه الجوريزم يعني ستيب باي ستيب بروسيجر تو سولف ا سبيسيفيك بروبلم. خلاص. فلو احنا معانا بروبلم بي
لو انت عملت سكتش على الورق للسولوشن ده بنقول ان احنا معانا الجوريزم. لو انت خدت بقى فكرتك دي وحولتها لكود بنقول عليها بروجرام. خلاص، يبقى لما اقول لك الالجوريزم كذا احنا مش بنتكلم على كود، بنتكلم على الفكره وخطواتها هتبقى عامله ازاي. طيب احنا سمينا السيرز دي سي بلس بلس بروجرامينج فور كومبيتيشنز. طب ايه الفارق بين الالجوريزمز بتاعت الكورسز والالجوريزمز بتاعت الكومبيتيشنز، او البروجرامز بتاعت الكورسز والبروجرامز بتاعت الكومبيتيشنز؟ اول حاجه البروبلمز بتاعت الكورسز عاده السكتش بتاعها ما بيبقاش صعب قوي، باسلوب ادق بيبقى حاجه زي انك انت بتعمل دايركت ريكويرمنت ترانسليشن، يعني صعوبتك الحقيقي انك انت معاك ريكويرمنتس مطلوبه منك ومطلوب منك تحولها، زي كده البرنامج بتاع الكالكوليتور كنا عايزين نعمله فناخد بالنا من الانبوت الغلط ونظبطه ونديله منيو وهكذا. الكومبيتيشن الجوريزمز دايما هتلاقيها انفولفد فيها التفكير اكتر بكتير، يعني الستبس محتاجه تفكير. لما تيجي تفكر في البرنامج اللي فات دوت واحنا جايين نحسنه عشان بطيء، هتلاقينا كنا عمالين نحاول نطلع اوبسرفيشن ونشوف ازاي الاوبسرفيشن دي هنعملها كودنج وناخد بالنا من الكونديشن اللي كنا بنفيريفاي عليه. ففي شويه تفكير حلو. امثله على زي دي مثلا، لو انا قلت لك عايزين نفايند افيشنتلي الديفايزرز بتوع رقم مثلا، لما تيجي تشوف لو انا قلت لك هديك ان عايز الديفايزرز بتوعه، لا لازم نفسك هتلاقي ترجع شويه للماث اللي ورا مثلا الديفايزرز وتفكر ازاي تمبلمنته بسرعه افيشنت وهكذا. بصوره عامه برضو الاريا بتاعت الالجوريزمز بتاعت الكومبيتيشنز بيفرق معاها قوي الالجوريزم عدد الاوبريشنز بتاعته والميموري بتاعته، لكن الكورسز الجوريزمز الموضوع ده بيبقى قليل قوي فيه. خلاص، فلما احنا المفروض كده لحد النهارده ادينا المثال بتاع الكالكوليتور ده كتراديشنال كورس اكزامبل، وادينا الاكزامبل بتاع النهارده ده عشان نستوعب اكتر السنس بتاع الكومبيتيشنز بيبقى عامل ازاي. خلاص، ده عشان نبقى قادرين نفهم الفرق ما بين نوعيه البروبلمز، ولما نقول هنبراكتس واحنا يعني بروجرامينج كومبيتيشن برسبكتيف يبقى بتتوقع ان النوع التاني ده هو الاكتر في الشغل بتاعك. طب افرض انك انت عايز تلاقي النوع ده اكتر، هتلاقي الكلام ده في الكتب. خلاص، يعني الكتب بتاعت البروجرامينج هتلاقي فيها اكسرسايزز كتير كورسز ستايل يعني، لكن الكورس ده هيبقى اغلبه ايه؟ كومبيتيشن ستايل شويه. سلام عليكم.